دائما لم ينجح دفاع فريق المغرب الفاسي في التخلص نهائيا من هذه المقابلة. تعود مرة أخرى تمريرة خطيرة، ضربة رأسية والهدف ممتاز، هدف لفائدة فريق الوداد البيضاوي والمقامة، وإلا لعب مويتيس وليس لعب آخر غير سي فؤاد. المسألة اللي تكلمنا عليها في بداية اللقاء قلنا عليها أن التمريرات العرضية تقدر تكون مفتاح اللعب، فشنا الجهة اليمنى ديال المغرب الفاسي نشطها بامتياز، اللاعب بن العمري عطى الهدف، شنا الجهة اليسرى ديال فريق الوداد نشطها السقاط وعطى أكثر من تمريرة، فتمريرة اللي خذا مويتيس للارتقاء قوي واللي قدر يسجلها على الحارس بولمان اللي منذ لحظات استطاع أنه يخرج كرة قوية. نشاهد مرة أخرى الإعادة لهذه المقابلة، اللاعب لهذا الهدف سقاط يومرير وضرب رأسية اللاعب مويتيس، جميلة جدا، الهدف الرابع لهذا اللاعب الكونغولي لاعب المنتخب الكونغولي. نشاهد مرة أخرى الارتقاء وضرب رأسية ممتازة لهذا اللاعب الذي يتنبأ له الكثيرون من عشاق كرة القدم بأنه سيعطي نكهة أخرى